السلام عليكم، كيفكم يا شباب يا شابات؟ ورجعنا لسلسلة السلسلة النفطية، ومثل ما شايفين لقطنا عامل، هي أول مرة أشوفه. مدري شو عم بيعمل هون، ما بعرف. مثل ما شايفين طالع لفوق على قمة، خلينا نشغل الوقت نشوف وضعه. طالع لفوق على قمة هذا المنطقة هي، هل هو بده ينتحر أما هو بده شو عم بيعمل؟ بده يشك يسبح بالنفط مثلا، ما بعرف شو هو واقف، او يمكن ما عم يتفقد النفط، بس اذا ما في حرامية مثلا او اي شيء. طيب رجعنا لسلسلتنا هي، سلسلة نفطية بدايتها في تطوير، في المنشن. فينا نحط المنشن، وين نحط منشن حتكون نرجع لبداية الطريق لنعرف الامور. المنشن وين ممكن؟ هون هون هون، هلا تذكرت، هون المكان الواسع للمنشن لان مشان تتطور. أو ممكن هون. السبب ليش هون؟ أوه كمان في شغلة ما أنا منتبهين لها، تعالوا نعملها بسرعة. هذا الطريق مو مطور، اتطور. هلا هون بس تروح مباني كتير، والله يعني هون أقل المباني اللي بتروح. وين في كمان خيارات؟ ممكن هيك والله على هالزاوية هي. لا بس بدك كمان تروح كتير. طيب ما في خيارات هيك اخف شوي هون؟ هي ما بتتطور. بدي اروح هالتطورات كلها هي مشان المنشن. والله المنشن جعبالي ما ابنيها، حيأثر كتير اذا ما بنيناها بشكل مبدئي. هون ممكن كمان هيروح كتير. حلو حلو، لقيتنا زاوية هي هي، بس معمل ونص وسعادة أكيد للمدينة كلها. هلا بتنتشر قريبا، طلعت السعادة. شو أخبار النفط؟ هذا شغال لك طلعت السعادة، وهذا شغال، كلياتهم شغالين. هذا عم بيبيع وهذا عم بيبيع، معناتها لسه ما لنا بحاجة تطوير. مدخل المدينة عليه ضغط كبير، مع انه هو شوارع كبيرة. هلا حنبلش نقوي الشغلات ونطورها، بس خلينا نشوف العلم شو اخباره. الكلاس روم فول، منيح هذا الشيء، معلش انا مبسوط فيه. خليه يفلل مشان نعمل غيره. هاي طابق هون و نحط هون، والله بهالسلسلة هي عم بقوي التعليم من الجذور، يعني عم بلش بمدارس مطورة كتير مشان بعدين ما يصير عنا أي مشاكل. خالصة ما حتى تفاحة ما حلوة هون شكلها. طيب هلا هيك خلصنا موضوع التعليم بالجهتين، بس احنا بحاجة تعليم متطور شوي. يعني عم نحكي عن تعليم مشان المصانع، هدول بقى وقت بدهم يتطوروا. شوف الكهرباء منيحة، المي، المي صار فينا نحط خزان مي كبير، ومنطقته بدها تكون هون، وبدنا نحط له بعدين فلتر وقت نحتاج. لا هو ما حيحتاج لفلتر مبدئيا، لانه المي التلوث بعيد عنه. اول ما اللعبة يصير يوصل التلوث لهون ويعطونا انه بدك فلتر، هاي من كبها فورا بنبيعها وبنحط محلها فلتر، لانه الفلتر حقه 40,000. صحيح معنا 120، بس يعني لسه ما لنا مستعجلين، ما في داعي للعجلة. بس هون شو كنت بدي ابني كمان شغلات؟ هاي خالصة، لا هاي منيحة، وهي تطوير ابجريد على السريع. بنحط النسر، النسر الصقر مو نسر. وبعد ما بنينا هاي، هدول خالصين خالصين. خليني اشوف هون، كنت بدي ابني شيء المرة الماضية وصعب الواحد. هلا تذكرت، بدي مبنى تبادلات لأنه حنحتاج له. هون بدي اياه، واحد اثنين ثلاثة، للأسف واحد اثنين ثلاثة، هون اثنين اثنين، هيك ولا هيك، اثنين هيك ولا. السؤال هي بدك تطورها وين بتاخد؟ لفوق حصرا؟ بتاخد على الحيط، معناتها خلص.
نحطه هون، نتكل على الله بالطريقة ما عاد تصير في تلوث اساسا. بشيله هاد، خلص ما عاد في تلوث هون. نعمل هيك، نعمل هيك، نشيل الارض اللي هون، نشيل هاد، نحط سكان او لا، هون نحط شي مبدئيا لا يروح التلوث هون. نتركها شوية لانه هو تلوث تحت الارض، بس بده مسألة وقت. بالوقت هذا بيروح تلوث تحت الارض هيك لحاله، بس تركه لوقت بيروح. هون عم بيتطوروا، هون ما حط شي هلا بهذا المبنى لسه، حاتركه جديد، حيفيدنا هلا بعد شوي وقت نطور امور معينة. خلينا نرجع نشتغل بالحدائق. الحدائق عنا هالمنطقة مثل ما شايفين خالصة ما فيها شي. هون اللي بدنا نشتغل شوي، خلينا نشتغل على فكرة الزوايا الميتة، هي فكرة ناجحة كتير وتستحق الاستعمال دائما. الكبير طيب شو وضعه؟ يلا الكبير، ها شوف السعادة، هذا بعت سعادة كتير لكل المنطقة. ومربع هون بهالزاوية، وين كمان هون في زاوية، لا بس هاي الزاوية طب الصغيرة بيروح المبنى كمان بيروح. هون في زاوية شكلها ما حتتطور، هون في زاوية منيحة كتير. وين في كمان؟ اعتقد هيك بكفي. حكينا الحلقة الماضية عن موضوع انه يكون عندك كل انواع طبقات الناس، بقى خلي يكون عنا طبقات شوي متوسطة. تعالوا نروح على هيك واحد هون او مربع هون. طب واحدة بالطول، ايوه هاي اللي بدي اياها، بس ما اكتر من هيك. وكمان للجمالية بما انه معنا مصاري، كمان جمالية وتلوث جوي كمان يعني بشكل عام. تعالوا نحط هيك خضار بكل الاماكن بشكل سريع، خلي اللي فايت على المدينة ما يشوف هالتلوثات او هالمصانع هاي، وخلي المشاهد اللي عم يتفرج على المدينة كمان يستمتع. مو شرط انه اذا كانت مدينة نفطية معناتها تكون ما حلوة. طبعا الفصل على ما يبدو ما له فصل شجر اخضر، ممكن يكون فصل خريفي. بس هيك شي سريع بسيط، هاي هي هون ما بيطلع. عملت خلاص بكفي هيك، اعطينا مثل حركة شوي للمدينة. شوفوا والله المدينة، تعالوا بعد من بعيد شوي، والله المدينة انجاز غريب، انجاز غريب. نعم تفرج معي عزيزي المشاهد، يا الله بدها نظرة، بدها القاء نظرة تطلع عليها وتقول شو هالمدينة الغريبة العجيبة. وبدها صار بدها كمال الطرقات، خلينا نكمل الطرقات مشان يكتمل الجمالية أكثر وأكثر. منيح والله تطورات السعادة كمان شغالة. على فكرة السعادة بالعادة بالمدن الصناعية ما بتكون عالية كتير، احنا ماشيين بشكل جيد يعني على 74 واقفين. طيب هون بقى شو كنت عم فكر أنا، طريق مطور. ما بيطلع هيك لفة أحلى شوي. طيب من هون، طيب هون، طيب هون، طيب هيك، طيب هيك، أيوة هاد اللي بديها هيك. انتو عيوني، لا في بيلدينج هون، وينه في بيلدينج؟ قال يا شباب الحقوني، حدا شايف بيلدينج؟ هذا يعني يعتبر بيلدينج؟ اي لا، ايوه هي منيحة، حلو انه هاي شايفين في مثل حرقة بالارض، ليك هاي اللفة هاي اللي عم يقولوا لنا كان بيلدينج، وهي اللي بحبوها المشاهدين كتير نطور لهم اياها فورا. هاي بحبوها المشاهدين، صار عنا منا على الجانبين. طيب هلا بالنسبة لهي القرنة، أنا كنت حابب أشوف شلون بدها تطلع إذا وصلنا هاي بهي.
نجي لنشوف الرسمة الغريبة هيك. ما بدنا جايد، ونعمل أعجوبة. لا، أحلى 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 أحلى، يلا مشان المشاهدين أحلى. يلا 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 يلا. لا هيك. طيب لا، طيب هيك، طيب هيك. أنا معك معك، لا تزبطي، ما في إنه ما تزبطي، ما هيمشي الحال. طريق ملفوف. والله عذاب عذاب عذاب، بعتذر طبعا. رقبتي وجعتني من هالزاوية اللي ما كانت تخلص، بس شو بدنا نساوي؟ يمكن صار في كتير هجرة بالمدينة من قفا هالزاوية، بس خلينا نشوف. والله أنا حابب جسر، بدي أعملها هيك. ما في مشاهدين بيحبوا هالجسر هاي. شو عم ساوي هاي؟ اوكي، قصدهم انه بلا سكة. احنا ما هنحط سكك فعليا، بس عم نحطها هيك يعني، بس للزيادة. المهم هلا صار في عنا 3 جسور، يا سلام. معلقين مثل ما شايفين، شكل المدينة نرجع على شكل اللي عم نحكي عليه. شوفوا حتى من الجهة البحرية كيف، يا سلام والله. جامعة جامعة المدينة فعلا، بلشت تجمع بين الصعوبة بالتصميم، الصعوبة انه هي المدينة صعبة ما لها سهلة، وتطوير جديد لليفل، مستوى جديد لمدينة، لمبنى المنشن. طيب شو في عنا شي انهجر ولا شي؟ شو اخبار النفط؟ هون شغال وهون شغال. طيب هلا بقى بدنا نروح على مبنى تطويرات النفط، وبدنا دقيقة شوي، بدنا نشوف هذا مبنى البتروليوم وين بدنا نحطه. هلا هو مبنى حلو الشكل، بس هي لوين بدها تتمدد؟ ما هتمدد لهون، هنحطه على دخلة البناية، دخلة البناية، دخلة المدينة، لأنه شوفوا شكله كتير حلو مبنى البتروليوم. ودغري أول ما حطيناه أعطانا أبجريد، السبب لأنه نحن عنا كتير نفط هيك وطول طويل، وبعد ما تعملوا أبجريد بحق لك تبني بقلبه شي من هدول. كوميرش ديفيجن، ريفايننج ديفيجن، ولوحة. طبعا نحن وليك أسعارهم 400,000 كتير، بس طبعا نحن نشوف إنه هاي شو بدها. ريفايننج ديفيجن، لنقدر نطور نطور الاويل ريفاينري بدنا 400,000 حق هذا المبنى. وهذا المبنى هيك شكله، شكله عجيب كمان، ولا سهل ابنه حطه مقابله كمان، صار والله صار مدخل مدينة جميل جدا بالتطويرات. شوف القياسات كيف نازل بمكان جيد يعني. ما علينا، بدنا نستنى بقى يصير معنا مصاري. والبيع شغال، فرجينا البيع والشراء. ايه بيع شغال، ربحنا 130,000، بس ممكن يزيدوا طبعا لو ضغطنا، بس ما بدنا نضغط نضغط اكثر من هيك. خلينا شوي شوي. نرجع لموضوع الطرقات. هلا خلصنا نحن من الوصلات من فوق لتحت، اعتقد خلصنا وصار فينا نطور هذا الطريق بقى. بس فرجينا هي شو سعرها، ابجريد. وهي هون عنا هلا خيارين، يا يعني نكمل بالتطوير يا يعني نصمت حق البتروليوم، بس البتروليوم حيجيب لنا مصاري بقى، خلينا نستنى بالتطوير. طبعا في عنا موضوع تاني كمان، هو الجامعة أو الكوليج، لسه ما دخلنا فيه ونحتاجه بالصناعة يعني بشكل عام. اشي بده اي شي هون؟
ما حاسس وضعنا جيد. تعال نشوف لسه في ازدحامات. والله الازدحامات راحت، تتذكروا خطوط حمراء كانت، هلا ما عاد في اي شيء ازدحامي، والبراج بلشت تطلع على المستوى الثالث على البحر. هاي المنطقة حتكون حلوة كتير، سكنية غالية. هون في نفق جميل. طيب بالنسبة ل تعوا نحط مبنى بالبلدية، تعوا نحط مبنى مو ديبار بدنا ديبارتمنت ولا لا؟ مبنى ديبارتمنت، بدنا مبنى الهاد دي حقه هيك، هون ولا هون يا ترى؟ هون أحسن. هذا المبنى بيخليك تتحكم بالضرائب، فبهي الطريقة بصير بحط 11 لهدول، 11 لهدول، وبخلي 10 للمستوى الثالث، ما بنغلي عليهم أكثر من هيك بكفي. طبعا احنا ما كتير سائلين على المصاري من اللي جاي من الناس، بس يعني سيرفس لو ايه معكم حق. طبعا قريبا حنستفتح هاد، بس هلا عم نستنى لانه احنا محتاجين نعمل الهاز ميت بلبو، حنعمله بهي الجهة، الجهة المعاكسة. في كتير خيارات جايين له، ممكن هون والله احسن شيء، هون بيغطي الجهتين، صار على الاخر نبني من هلا. لا صفر عنا حرائق، حرام، صفر حرائق، صفر مرضى، صفر سرقة. خلينا نصمت حق ال400 ألف اللي بدنا اياه. في شي هون بده هدم؟ طب فينا اذا مستعجلين كتير ناخد قرضين، بس تعالوا نشوف قد ايه اسعار الاشياء. يا ريت لو فينا نشوف الاويل ريفينري قديش حجمها. شرحها انه هي ثواني، هاي عم تقلك انه انت فيك بقى تحط الاويل، يا اما تستعمل تعمل شي بلاستيك، يا اما تعمل شي مثل انه النفط اللي دغري بيستعملوه على السيارات. يعني في فرق بين الاويل والفويل، بين النفط وبين، ما اعرف اسمائهم بالعربي تماما، بس المهم انه يعني في فرق بيناتهم. بتقوم انت بتصنعه وبتبيعه باغلى، بهاي هي الفكرة تبعه. بس حقه 73 ألف، احنا معنا 250 000. اذا اخذنا قرضين بزيد معنا 50. لا لازم نصبر شوي بالمصاري، احسن ما نستعجل. ومنستنى نتشيك الامور كلها اذا كلها بخير ولا لا. الكهرباء بخير، تعالوا كمان نشوف الكهرباء هون شو وضعها. في عنا نيسان ما استعملناها المرة، خلينا نستعملها بالزوايا الميتة. دائما نستعمل نيسان بالزوايا اللي ما بيطلع فيها مباني. اللي بيسألني نيسان مفيدة للكهرباء بالمدينة، انه هي عبارة عن مبنى كهربائي، انا لقيتها مو مفيدة بالكهرباء، لقيتها بس سعادة. لانه شوف هلا قديش الكهرباء، 110.6. تعالوا نحط نيسان، ما حتى قلت الكهرباء، يعني ما بعتقدها كتير مفيدة، بس عم بحطها. طبعا وقت نزلوا الشركة الأساسية سيارات النيسان ما شرحوا عنهم أي شيء كفوائدهم، يعني انه انا بقرا هالشغلات بالعاده، بس اني ما انا شرحوا اي شيء، تركوها. هاي قرنه زايده في فوق، بس قرنه لا خليها تحت. سعاده دغري بتطلع هاي لهالقرنه، صار في نيسان خلص، سعاده لكل المدينه. يعني مو حطيتهم هون انا، كل المدينه بصير لها سعاده، ما تخافوا. 280 ألف أرباحنا قديش؟ 130. أرباحنا ما كتير كبيرة، بس حتزيد أرباحنا بتوقع على زيادة ال، طبعا اللي احنا عم ندفع مصاريف كتير على المواصلات، ليك 6200 بالساعة، إذا خففناها بتزيد الأرباح. بس احنا حابين نخلي ال شو بسموها هالأشياء هاي، المواسير تمام، المي تمام، الكهرباء تمام، النفايات مو تمام، الحريقة تمام، صفر صارت الحريقة، كانت قبل شوي بدون حريقة هلا صارت صفر، والمرضى واحد، والسرقة صفر، والدراسة منيحة. بدنا نحط دراسة قريبا، مواصلات بدها تظبيطة قعدة المواصلات، والمواصلات بتقلك عنا أخضر بالباصات 26 دقيقة، عنا أخضر بالترينات 17 دقيقة، حلو، عنا أصفر بالسيارات
سفن البحر، ياما مشكلة، ما بدنا كتير سفن، بس والله مواصلات ممتازة. بالنسبة لهدول كله كمان خالص. تعال نشوف القرص تبع المدينة اللي هو بفرجيك المستويات اللي بالمدينة، اللي هو هون موجود بيكون ليكو هذا القرص. مثل ما شايفين مدينتنا اكثر شيء فيها لو وفيها هاي وميديوم. هلا الصحي اكثر شيء لهيك مدينة انا برأيي انه تخلي العداد تقريبا لو يصير النص، والهاي بقى والميديوم فيك تلعب فيهم قد ما بدك، بس اللو خليه تقريبا على النص، بس مشان هالمعامل كلها يعني، والأهم شغلات هدول النفط والاستيراد والتصدير، انا الشغلات كلها بدها لو، بدها عمال لو. اي عامل هاي ما بيرضى يشتغل، مثلا عامل النفايات مثلا اكيد بقى، هي الشغلة. طيب بقى في مهمات بس ما بتهمنا كتير. هون حلو، هون بيطلع لنا ابراج، وهذا البرج شكله جميل، ما انا شايفينه كتير من قبل. حلو، برج جيد. هون شو الوضع كمان عم بيتطور، يعني بلشت هاي المنطقة بدها وقت طبعا، لانه لساتنا باول حلقات ما حلن يلحقوا يتطوروا كتير، بقى نعطيهم وقتهم. وبعتقد هلا فينا نشتري الريفاينري قريبا. تعال نشوف هون شو، هي بيع على الآخر وهي بيع على الآخر وهي على الآخر وهي على الآخر. بس عم بيقولوا شكلهم كأنه 2 months supply. دقيقة شوي، 7، معقول النفط حيخلص؟ ما بعتقد، غريب يعني، يمكن أظلم بس بهالمنطقة، ما بعرف. 2 months قليل، المهم نستنى. هيك تمام، هيك تمام. فرجينا النفايات هون شو صار فيها، مو النفايات، المجاري عفوا، مجاري ممتازة، يعني وضعنا جيد. بعتقد هلا صار فينا بكل فخر انه في شي مهدوم، ما في المواصلات، في زحمة خضرة كله، الحمد لله الحمد لله. ما بدنا اي، مش ما عندنا اي مشاكل بالطرقات ابدا، طرقاتنا خالصة، بس فينا نطور هالطرقات، بس انه نقيم من الشجرات الخضراء نحط محلها مثل اضاءة وهالشغلة هي، بس هذا الشي بعدين. هلا بقى بدنا نشتري التطوير اللي هون، 400,000 هلا حاطين عليها، اسمها Refining Division. Petroleum is not only good for crude oil. Can refine the crude oil info. يعني بيقولك فيك تحول، يا اما تعمل صناعة مثل بلاستيكية تعمل بلاستيك، يا اما تحول لفويل. نحن بدنا فويل طبعا، الفويل هو اللي بيطلع مصاري، البلاستيك ما بيطلع. اكيد الواحد اذا تخير بين هي وهي حيروح على الفويل، بس يعني وهلا حناخد قرض 100,000 بقى، وحنحط هذا المبنى مقابل هاد. بهالطريقة صار عنا ابروف انه نبني مبنى الدريلينج تبع مبنى الاويل ريفاينري. هو شكله على هذا الشكل بقى، هلا نشوف وين نحطه. في عنا خيار هون طبعا، بدك تنتبه كمان للرياح لانه ممكن يطلع شوية بحرقه للمواد، ممكن يطلع تلوث، ممكن بهالزاوية والله، بس بدنا كمان ننتبه انه ما يكون بيقدر يتطور بكل الجهات. بهون ما في كتير، بهون ما في كتير، هون ما بيسع اساسا، كبير والله مبنى ضخم، اضخم من ما توقعت. وهون كله ما فينا نحطه بسبب التلوث، يعني هو هاد احسن قرنة بس الطريق ما حيخليه يتطور على الاخير، هو والمنشن. نفكر بتوضع له جيد. هون كمان نفس الموضوع، هون في طريقة انه نقص هالطريق المطاول. ايه هون مكان ممتاز، هذا هو، بس خليني اشوف الهواء حيطلع لهون. حلو حلو، هذا هو مبدئيا، هاد هعمل هيك. صار عنا ريفاينري اعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين هلا هو حنفوت عليه، هو مفروض بده يعمل بلاستيك، انا حاهدم البلاستيك، ما بدي فوت موضوع البلاستيك، بدي فوت بموضوع الفويل.
46,000. بنستنى شوية يصير معنا 46,000. هون هون هاي فول هاي، وهلأ حيحول الأويل لفول بهالمبنى الأخير اللي عملناه. حنبني تبعية الفول، فول ستورج، وهون حنبيع، نجرب نبيع الفول. الفول بيعه 36,000 الطن، بينما الأويل كان 9,000. شايفين الفرق؟ فرق كبير. بقى هذا هو الشغل المزبوط. بس هلا الشيء اللي بدنا نشوفه، شوف شو بدي اهدم، شو بدي زبط. هاي هون وحدة. هلا هو قديش تساوي؟ 4 1 2. هلا بنشوف، هلا بنشوف. هسا نبني هاي، بشيل هالطريق، بعتقد بيمشي الحال. انا مبطئ الوقت، هلا سرعته. هذا اللي حيجيب لنا بقى مصاري، هذا اللي حيرفعنا باللعبة. في شي انهجر؟ شو نروح هالشي اللي انهجر؟ هذا فعلا اللي حيرفعنا باللعبة كتير مفروض. هاي اللي نحط لها تطوير. يلا هلا بنحط لك، ما تزعلي. وينها هي؟ لك قربت قربت. 40,000 غالية. استنى شوي، مشي وقت. لسه هون ما بعنا شي. حلو، بلش يطلع فول، معناتها فورا بشكل سريع منشيل هاي ونشيل هاي، خلي واحدة بعدين، ونحط فول محلهم. والفول شو بدنا نساوي فيه؟ بدنا نبيعه. وهي قريبة يعني، من هون لهون صارت المسافة. شايفين ما أحلاها؟ سريعة جدا هيك، تك تك خالصة. ممتاز. انسى هدول، انا مخلي على هاي المجاري لانه هاي بدها تطوير. يلا بلا ما نقعد نستنى ساعة، هلا بجينا مصاري بعد شوي. هاي 100,000 قرض، وخلينا نعمل وحدة هون، نسكرها على الاخر، نستفيد من المسافة. بعد ما عملنا وحدة هون فينا نروح على هذا المبنى، نعمل التاني بقى هون، وسيارة. بدي حق السيارة 10. مشي الوقت. شوف شايفين عم بيطلع منه نار فوق، حرق. والله مبنى رهيب، اويل ريفاينري. شوف شلون هون النفط بينسحب وبيتعامل. شايفين هيك؟ هدول اللي بيحولوا. متعوب عليها الشغلات هاي، سيارات العمال. مبنى جميل. طبعا عم بيقولوا لنا رحنا بأزمة مادية، هذا الشيء عادي جدا جدا جدا. السبب لأنه رحنا يعني اشترينا كتير، عم نشتري بالوقت الحالي، بس هلا متى ما بلشنا نبيع خلاص. طيب نكمل الوقت. شوف هون شو في. هلا فينا نحن نبلش نوقف، نوقف بقى. هلا الخطوة التالية اللي بدنا نساويها، بدنا نوقف بيع شو أنا كبست ثواني، كبست تسجيل يمكن بقلب الأوريجن. بدنا نوقف بيع الأويل ونصير نصنعه كله لفول، والفول نبيعه. هي الفكرة اللي بدنا نحاول نعملها. الطريقة بنجيب أرباح كبيرة يعني. في برج هون حلو. هذا لسه ما اجى شيء، مسألة وقت. هدول شو وضعهم؟ شغالين. رقم 7 وضع منيح. وضع جيد. رقم 4 تلوث، ما في تلوث بالمدينة،
ما في تلوث غير عند المصانع. ممتاز، شغلنا نظيف ممتاز، والتلوث ما خلينا، وقت وقفنا وما خلينا يوصل للمي، يعني حتى مي مفلترة لحنا مالنا بحاجتها بسبب طريقة تنظيمنا للطرقات. هي الطريقة اللي لازم الواحد يفكر فيها دائما، وتنظم صح. شوف لحنا حطينا حد للتلوث، ما بعتقد حيوصل للمي، إذا وصل بنحط فلتر بس ما بتوقع يوصل يعني. المهم هلا بدنا نقوي بقى من انتاج الريفاينري. خلينا نشوف هلا هون تنتين. طيب هل هذا يعني اذا شلنا الشقفة هيك حنحط تنتين بساعة؟ بس لنتأكد. ما لسه ما بياخد. الارض كتير سيئة، معناتها ما حنقدر. بدهم يعذرونا، بدنا نروح على الجهة التانية. طيب الجهة التانية يعني هون. اوه ازمة 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 ازمة. خير خير، سلامات. الأزمة هون صارت، والزوبعة رايحة هيك، وإن شاء الله ما تقش لنا مباني غالية، إن شاء الله بس تروح لنا مباني سكانية عادية. ونسرع الوقت ونستنى لنشوف هالزوبعة شو حتساوي. شو حتساوي يا زوبعة؟ شو حتساوي يا زوبعة؟ طبعا الزوبعة قشت لنا شغلات كثيرة، منهم حديقة. هنضطر نحط حديقة جديدة. هذه الزوبعة كلفتنا قديش؟ 1200. رجعت لهم السعادة فورا، نسيوا الكارثة ورجعوا فرحوا. شعبنا ظريف. طيب هلا هون بدنا، إذا هذا الطريق شلناه كيف بده يصير فيه وصلة؟ هلا بنشتغل فيهم بعدين، بس خلينا وحدة وحدة. أول شي شلنا هذا الطريق على سبيل المثال، حطينا فويل هون، اخر فويلاية حطيناها هون. خلصنا، هاي فللت، ما هيك فللت. بنحط لها بقى اربعة، وبنحط لها الارمة. وجعب علي اوصل هذا الطريق بهاد، لانه الوصلة مفيدة يعني. بس كيف؟ والله ما شرط ينوصلوا، بتعرفوا ليش؟ لانه اللي رايح فايت على المدينة، اللي رايح على جهة الغرب غير اللي رايح على النص، غير اللي رايح على اليمين. مزبوط، ما في داعي يكون في وصلة بين هاد الطريق وهاد، يعني هيك شغلنا نضيف. وهي كمان فينا نعبيها هيك. هلا بقى المصاري بدها تبلش تجي، بتوقع على هالموضوع هاد. وهون شو عم بصير؟ أربعة هون شغالين، هون لسه ما اشتغلوا. يعني حلقة كبير، حلقة قوية والله. أنا دمرتني الحلقة، تعبتني كتير. صعب شغل الأويل، سلسلة الأويل مالها سهلة، فيها حسابات كتير. تعال نشوف المصاري كيف. أويل كذا، أويل كذا، فول بعنا ب36 ألف مرتين لهلا. مثل مو شايفين 1000 4000. هذا هلا بعنا ترانزاكشن 200 ألف. 200 ألف حلو، رقم جيد. 200 ألف ماله سيء. بنوب هاي، رجعنا مصاري. أحسن شي ما نستعجل كتير، خلينا نروق شوي على الأمور، خلينا ندفع حق قرض ونستنى شوي. معلش هلا احنا بالربح ماشيين، ربع مليون صار ربحنا بالشهر. يلا ربع مليون، وما في مزح، كتير الفول بيفرق. تخيل عزيزي المشاهد، من 9000 ل 32 ألف ربح بالطن، قديش رقم كبير. بس بدنا نعمل واحد تاني من هاد طبعا، وبدنا نشتغل بقى كتير. الحلقة الجاية فيها شغل مادي رهيب، بده يكون مجهود عالي. بعتقد هيك يعني كتير تعبنا بالحلقة، أعطيناها أكثر من حقها بتوقع، يعني كانت جيدة. يعني بتمنى المشاهدين يكونوا استمتعوا فيها. أنا شخصيا مو بس استمتعت فيها، استمتعت وتعبت، لأنه قوية جدا. في شيء انهجر على النهاية؟ ما في شيء انهجر. وهذا المبنى اكتشفناه لأول مرة مع بعض، وشفنا خصائصه اللي هو فيك إنه تصنع يا فويل يا بلاستيك. بس طبعا الفويل هو الأغلى، عشان هيك رحنا له. هو الأغلى صناعته كمان، حق الوحدة بس 46 ألف، تخيل. وهنيك نص مليون تقريبا، يعني ملايين عم تندفع. بقى بعتقد إنه هاي الحلقة لهون بيكفي،
وخلينا ننتقل لوضع النهائي بهالوضع. طبعا للي بيشاهدونا اول مره بنقول لهم ينزلوا، قبل ما ينزلوا يعملوا سبسكرايب ويضغطوا على لايك، يعملوا لايك. بنقول لهم انه هي شوفوا عنا العاب تانية بالقناه، مو غلط لو انتم بس تحبوا السيم سيتي ممكن تشوفوا لكم الحماس تحت فيفا. مسجل انا هدف شكلي وفرحان زياده عن اللزوم. وفوق على اليسار ليج اوف ليجند، في بنتاكل، على اليمين في سيم سيتي، سلسله التصميم الرائعه اللي شاركت فعليا بالاي اي سبورت، بعتها للاي اي سبورت، ما بنعرف اذا بنربح ولا لا. وتحت على اليمين اطول سلسله لعبه ام ام او بالتاريخ العربي على قناه عربيه، اكثر من 100 حلقه، كل حلقه بين ال 30 ل 40 دقيقه. طبعا اذا بتحب اي شيء من هدول فيك تروح تشاهدهم. وشرفنا انك انت شاهدتنا يا مشاهد عربي، ونقول لك انزل لتحت اعمل سبسكرايب ولايك والاشياء كلها. خلص ما في مشكله، وبتمنى تكون استمتعت بهالحلقه، وبشوفك بحلقات قادمه ان شاء الله. كان معك عمر صاحب الاي دي 1 جنجن 1، ومع السلامه.